كنا عاوزين نتكلم النهارده عن الاطلاله المتميزه في حفل ختام الدوره 37 لمهرجان القاهره السينمائي وظهورك بفستان متميز. كلميني عنه، ازاي اخترتي؟ انا بحاول ان انا اروح ناحيه البساطه وان انا ما يبقاش شكلي مبالغ فيه واقرب لان انك تصدق شكلي ما يبقاش مصطنع مفتعل. طيب الفستان بقى تصميم مين؟ ازاي تم اختياره؟ انا بحب البس من شانيل. طيب قولي لي، كان في اختيار من عده فساتين وبعد كده انتهيتي للاختيار دوت ولا كان متفق عليه من الاول؟ اكيد ببقى يعني برتب من قبليها هيبقى الافتتاح ايه والختام ايه. الاثنين الحقيقه شكل الفستانين قريبين من بعض، هو بس اختلاف في الالوان وال ويعني الالوان بس. نتكلم بقى عن الرجل في حياه الفنانه وفاء سالم، بتبص له ازاي؟ شايفاه ازاي؟ والله انا بالنسبه لي الراجل هو ابني واخويا بس مش اكتر من كده. ماذا عن غريزه الامومه؟ وماذا عن غريزه الامومه؟ الحمد لله انا عندي ابني مشبعني امومه، الحمد لله ربنا يخليه ويحميه.